مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسعد الله مساءكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعوديه الرياض، قناه السعوديه 24، قناه السودان 24 الان لكل زول في كل مكان. اهلا بكم ومرحب بكم، وزي ما تعودنا دائما نقول لكم ارائكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كل سنه وانتم طيبين. اليوم الرابع من ايام العيد، انا ودين ان شاء الله حنتابع معكم السهره دي ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، اليوم نحن مستضيفين كفاءات عظيمه الليله معانا في الاستوديو. نتكلم في شتى مجالات مختلفه، ان شاء الله تكون سهره لطيفه وخفيفه عليكم وتعجبكم ان شاء الله. في البدايه انا بحيي زميلتي الفنانه الجميله البرنسيستة الغنى دينا عصام، اهلا وسهلا بك وكل سنه وانت طيبه. طيب استاذ ابراهيم، وان شاء الله تكون بالف خير وصحه وعافيه. ونحن اليوم اعزائنا المشاهدين ممكن يكون في اخر سهره لنا في السهرات المفتوحه اللي امتدت في شهر رمضان المبارك وايضا ايام العيد، واليوم اكيد حيكون خدامها مسك في هذه السهره مع ضيوفنا المميزين وموضوعنا الاكثر تميز. حنتكلم على الكفاءات السودانيه وهجره الكفاءات السودانيه، وحنتكلم زي ما ذكر استاذ ابراهيم عن كثير من المناحي في هذا المجال. خلونا نرحب بضيوفنا المشرفيننا داخل الاستوديو. في البدء نرحب بالبروف ابراهيم احمد باني، مستشار الصحه العامه. اهلا ومرحبا بك وكل سنه وانت بالف خير. اهلا مرحب، منورنا جدا اليوم يا بروف. شكرا على الاستضافه وشكرا للقناه السودانيه 24 الان، وشكرا برضو لكل الزملاء، ونرحب بالمشاهدين والزملاء معي في الاستديو. تسلم والله، منورنا جدا. اهلا وسهلا بك، سعيدين بك والله يا اخي. ونحن ليله سعيدين كمان برضو بالاستاذ يوسف عمر، وطبعا الاستاذ يوسف عمر اعلامي معروف وصحفي خبره عمليه 52 عام متصلا داخل السودان وخارجه. كمان مرحب بك، ونحن سعيدين الليلة بوجودك معنا داخل الاستوديو، وشكرا لك لتلبيتك الدعوة وجيتك لنا لحد هنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بلغتنا السودانية، وشكرا للسودانية على هذه الاستضافة الجميلة في معية نفر كريم من أبناء السودان ومن الكفاءات ذات التي سنتحدث عنها. كما بنرحب ايضا بدكتور عثمان محمد حمد النيل، اختصاصي صحه عامه. اهلا وسهلا بكم، شرفنا وما غريب عليك الدار. انت صاحب بيت زي ما تقولوا. اهلا وسهلا بك وسعيدين بوجودك، شكرا لك كمان لتلبيتك الدعوه ان شاء الله. الله يعافيك استاذ ابراهيم واستاذه دينا، وكل عام وانتم بخير والمشاهدين بخير، و يعني تحياتنا إلى كل المشاهدين بالسودان وبالمملكة العربية السعودية، ونتمنى أنه يعني يكون عام سعيد عليهم، ويكون يا رب يعني سعيد علينا وعليكم وعلى كل المشاهدين، وإن شاء الله سنة تكون بخيتة علينا بلغتنا زي ما بنقول يا رب. وأعزائنا المشاهدين، نبدأ نحن سهرتنا اليوم بأغنية مهداة من الكنترول، نطلع نشوف الكنترول مجهزين شنو، نرجع لكم. مشاهدينا الاعزاء، شكرا لله جابري، الله يرحمه ويغفر له. جابري دائما بيختار اغاني جميله، شكرا كمان للكنترول اللي اهدانا الاغنيه الجميله دي لنا ولضيوفنا ولمشاهدين لنا، شكرا جميلا له. التحيه لكم، ارحب بكم مره ثانيه، شكرا لكم كثير لجيتكم لنا، وانا سعيد والله الليله بجيتكم. والليله حنتكلم في شتى المجالات، لكن في البداية خلونا احنا نعرف الجمهور بنفسنا. تفضل يا دكتور. اهلا مرحب وشكرا، وارحب بالجمهور وشكر للقناة. اول حاجة اعرف نفسي لانه ابراهيم احمد باني، استاذ دكتور في الصحة العامة وبذات الصحة الدولية، أستاذ مشارك بجامعة عمر الأمريكية، وبالإضافة أنه مستشار للصحة العامة ومستشار بهيئة الصحة العالمية، عملت في منظمة الصحة العالمية في العراق قبلها وبالأمم المتحدة برضو بالعراق.
برضه مثل بعض المنظمات الطوعية في السودان في دارفور وفي خرطوم ما شاء الله في الجزيرة ما شاء الله. وكنت من أوائل الأساتذة في جامعة كلية الطب جامعة الجزيرة الإعدادية ومن غادرت الجزيرة إلى أمريكا ومن أمريكا للخليج وثاني للعراق وهكذا والآن أقيم في الإمارات العربية المتحدة ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله الجزيرة عامرة بناسنا أتفضل أستاذ أيضا بسم الله الرحمن الرحيم أنا يوسف عمر عرفت بهذا يعني إعلاميا يعني ما أزيد التعريف أكبر وأنا خريج أول دفعة من الجامعة الإسلامية في أبريل 70 التحقت بدار الأيام بعثة من الصحافة وتم تعييننا بقرار من مجلس الوزراء آنذاك اللي هو في العهد المايوي وطبعا للأسف ولسوء حظنا يعني إحنا ما عاصرنا المؤسسون لصحيفة الأيام الأساتذة بشير محمد سعيد ومحجوب عثمان ومحجوب محمد صالح ربنا يديه الصحة والعافية لكن من حسن حظنا أن وجدنا مجموعة من الإخوان الصحفيين المخضرمين على رأسهم الراحل الطيب شبش الذي كان في جريدة الجزيرة السعودية وهو اسم معروف وإدريس حسن وعجيب وكان رئيس هيئة التحرير الأستاذ الفاتح التجاني وأحمد حسن ومجموعة خيرة من والأستاذ فضل الله محمد الشاعر والقانوني والصحافي وعصرنا يعني عدة أشياء فأنا في بداية العملية التحقت بجريدة السودان الجديد السودان الجديد لما تأممت كانت جريدة التأميم شمل الأيام والصحافة السودان الجديد فالسودان الجديد آلت تبعية لجريدة الأيام فمجلس إدارة دار الأيام رأى أن تصدر مجلة في حجم رويزر يوسف ترى أصل هرم الإعلام الراحل فضل محمد وبعلاقاته يمكن أوجد لها كتاب يعني كانت لا تغل مادة من روزل يوسف أو صباح الخير يعني حتى في هذه الصورة اللي أنا حركتها في الأستاذ إبراهيم إمام أستاذ الإعلام كان بيتصفح في نفس المجلة دانا بقول ليه لأنه الكتاب يومها كانوا يعني عندهم إسهام ثقافي السودانيين بالذات يعني عندهم مدارك متفتحة في الثقافة العربية والعالمية وكده يعني أسماء كانوا ثم دعينت فيها سنة 70 سنة 72 كنت سكرتير تحرير لمجلة السودان الجديد بعدها توقفت عشان تتطور الجريدة فسهبت لجريدة الأيام 74 في عام 76 عينت سكرتيرا لتحريرها في عام 80 لخلافات إدارية تركتها وهاجرت إلى سلطنة عمان عملت في جريدة عمان من 80 ل 89 وسط كوكبة تضم حوالي 20 مصري أنا السودان الوحيد يعني وده بيخليني يعني أوجه الشكر هنا للبروف الراحل كامل الباقر لإعدادنا الجيد الذي نافس مدارس عربية ذات إرث وتاريخ في المجال الإعلامي منهم القادمون من جريدة الأخرام ومنهم القادمين من جريدة الأخبار ومنهم الأستاذ سليمان الغباء أردني كان نقيب الصحفيين فيعني من اعتزازنا الكبير احنا بنعتز دائما بجامعتنا الإسلامية ونعتز بجريدة الأيام المدرسة التي خرجت لدول الخليج العديد من المبدعين في مجالات الإخراج وفي مجالات التحرير وفي مجالات الترجمة وفي مجالات عدة ثم بعد عودتي من مسقط كنت مديرا لمكتب جريدة الخليج بالخرطوم وهي أيضا تضم كفاءات من لبنان وسودانيين وغيرها كنا ننافس أي مدرسة بحمد الله لإعدادنا الجيد نافسناها ثم بعدها أسست تجربة لصحيفة ولائية اسمها النفير في ولاية الجزيرة لما كان الإقليم الأوسط وكلفتها يعني عملتها بالتكليف وتركتها بعد عام ثم جيت السعودية سنة 95 وعملت لمدة عام بجريدة الجزيرة السعودية وتمت سعودة الوظيفة ثم انتقلت إلى غرفة القصيم فكنت مستشارة الإعلام الفني لمطبوعات الغرفة وكنت أصدر مجلة الغرفة بمفردي ما كان معي حد في القسم يعني مصدر المجلة كاملة ثم عدت السودان ثم في 2010 أصدرت تجربة تارمة اسمها الأمكنة مع آخرين وهي صحيفة ولائية ثم أرخت مع أخ آخر لتاريخ الصحافة في ولاية الجزيرة
وتواصل بعد ما ودرست في 76 لغاية 80 في قسم البنات الجامعة الإسلامية، وهي تجربة أيضا تجربة لها يعني معاني ودلالات كثيرة، وخريجات من طلائع الإعلاميات. دي محطة مهمة جدا، بعدها احنا حنجي نجيب لما فيها لما نجي للتفصيل. ثم تفرغت في الفترة الأخيرة فألفت كتابا عن تجربة الصحفية، كتاب هو أكاديمي قدم له البروف علي محمد شمو، وكتاب ثاني اسمه ميلاد غلم. هذا الكتاب عام وخرجت فيه من مألوف التأليف قدم له البروفيسور عبد الله حمد الله. يعني هذا باختصار يعني وليس بالتفصيل. اوكي طيب، هنجي نجيب في المحطات دي ان شاء الله محطه محطه. دكتور طبعا تعريفك انت انت من اسره قناه السودان 24 الان حقيقه دكتور عثمان. الله يعافيك ويسلمك. يعني انا اختصر الحقيقه السيره الذاتيه بثلاث هجرات. انا هاجرت ثلاث مرات. الهجره الاولى للدراسه، ودي كانت من 80 ل 87. درست انا في اوكرانيا الان مع بيلاروس الاثنين، يعني درست التحضيري في اوكرانيا وفي بيلاروس. خلصت كليه الطب، يعني رجعت السودان. طبعا اشتغلت مده 5 سنوات، من ضمنها مستشفى مدني، مستشفى مدومان. بعدها اشتغلت في اداره اسكان اللاجئين، كانت تبع منظمه الصحه العالميه. هاجرت الهجره الثانيه دي اللي هي لامريكا، 8 سنوات، منها خلصت دراسات عليا في الصحه العامه والوبائيات، واشتغلت في جامعة ألباما في بيرمنغهام فترة، إلى الهجرة الثالثة إلى المملكة العربية السعودية اللي هي اشتغلت في مستشفى الملك خالد العسكري في حفر الباطن، وجيت وزارة الصحة السعودية من 2005 وإلى هذه اللحظة. طبعا يعني خبرتنا الكبيرة في مجالات الأمراض المعدية، الكورونا، الإنفلونزا، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حمى الضنك وما إلى ذلك، مكافحة الأمراض المعدية. ده كلام جميل. الهجرة صعبة، سوداننا مليان بالناس الكفاءات الممكن تقوموا لفوق، لكن للأسف الشديد طبعا كلهم هاجروا، والكل هاجر، الكل غادر، خلانا ساي في السهلة زي ما بقولوا. طيب أثر الهجرة والكفاءات السودانية يعني على السودان بيكون كيف؟ وعليكم أنتوا ذاتكم كناس كفاءات هاجرتوا خارج السودان برضو، يعني حاسين بيه كيف؟ إحساسكم شنو؟ طيب إذا بديت من عندي أنا، طبعا الهجرات بتختلف، يعني كل واحد عنده يعني خيارات مختلفة في الهجرة، كل واحد عنده أسباب مختلفة للهجرة يعني. ولكن طبعا الهجرة يعني الشخص اللي بيكون موجود في السودان في مكان محدد في أسباب يعني قد يعني تدفعه لأنه ليهاجر. من الأسباب اللي بتدفعه كل واحد عنده سبب مختلف من الثاني. في ناس الهجرة بتاعتهم مثلا هجرة مادية، في ناس الهجرة بتاعتهم هجرة لا غير مادية، أنه المناخ الموجود هو فيه ما هو مناخ عطاء بالنسبة له هو معرفية، يعني غير مناسب للعطاء. وفي هجرات طبعا هجرات سياسية، في هجرات يعني مختلفة. فيعني ممكن نحكي لكم بعض الهجرات، يعني انا يعني قصه كده اقولها كده. الحقيقه رحم الله البروفيسور محجوب عبيد، من 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 كبار البروفيسورات اللي هو كان يعني عالم في في الذره، وكان عميد كليه العلوم في فتره من الفترات. فقام قدم برنامج او خطه لعمل مختبر او عمل يعني مختبر نووي في جامعه الخرطوم، كان في السبعينات. في ذلك الوقت كان وزير الصناعه عسكري من العساكر اللي هو كان في زمن جعفر النميري. فلما قدم له البلان هو قال انه
لما قدموا للوزير قال له ده المبلغ يحتاج لمبلغ 3 مليون دولار في ذلك الوقت. المبلغ 3 مليون دولار كانت مبلغ كبير، لكن كان بالنسبة لحكومة نميري بالنسبة لها ما كان المبلغ ده كبير في يعني قصاد المشروع يعني الكبير ده، لأنه قال له المشروع دي ليه يعني 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 أهداف عسكرية وأهداف مدنية. فالمهم رد وزير الصناعة في ذلك الوقت كان بالنسبة له محبط جدا جدا. فهاجر البروفيسور محجوب عبيد، هاجر لأمريكا الظهر، اشتغل في ناسا ومنها هاجر لجامعة الملك سعود. فدي واحدة من الأسباب يعني. أسباب الهجرة. أيوة. أسباب إنه البيئة يعني غير مناسبة للعطاء. بالضبط. والأفكار النيرة والبيئة ما داعمة. أيوة. وصدم يعني، في ناس بيصدموا. صحيح. لما يكون عندهم خطة عشان يقدموا شيء ويلاقوا يعني معوقات. فيصدم فيهاجر. إحباط شديد جدا. صحيح. أكيد صحيح. في كمية من الناس طلعوا برا عندهم أفكار وعندهم بحوث علمية يعني قاموا نفذوها برا. برضو كمان نجي للدكتور بروف إبراهيم. كمان الهجرة يعني الهجرة، السودان فقد كثير من الناس، لكن أثر الهجرة على السودان. والله أثر الهجرة طبعا بدت صورة كبيرة في السبعينات، وكانت في عوامل جذب في بداية السبعينات لما بدت التنمية في دول الخليج بالذات، فكان في عوامل جذب يعني في كثير من الناس بدوا هجرتهم في السبعينات. لكن بعد ذاك جات ظروف تانية في السودان، ظروف سلبية، أنه الظروف الاقتصادية للناس، بيئات العمل، يعني كثير في ناس هاجروا برضو عشان يحسنوا من مقدراتهم. يعني كثير مثلا من الأساتذة مثلا والعلماء عاوزين يعملوا أبحاث ما وجدوا الدعم اللازم، فبرضو من العوامل خلت كثير أنه يتجهوا. حتى كمان يعني في تمكين ظهر فجأة كذا يعني للناس، يعني أنت ما تابع لحزب معين أنت ما بتشتغل يعني، دي واحدة برضو كمان من الأسباب الكبيرة جدا. دي برضو من الأسباب في التسعينات، برضو كثير من الناس طلعت لظروف دي لعمليات التمكين السياسية. التمكين السياسي في ناس اضطروا يهاجروا. صحيح. وفي الأول كان منعوا الناس ما يطلعوا، لكن بعد ذاك الناس بتبدأ تطلع. والحاجة دي أثرت كمان برضو في شكل الإدارة، المستشفيات، لكمية من المصارع الصرع لكمية من المؤسسات يعني في إدارتها كمان يعني اختاروا إدارة ضعيفة كويس ما قدرت تطور فيها، بالتالي يعني ظهرت سلبا على المواطن يعني. والغريبة إنه بيجي هنا الواحد من السودانيين بيجي برا بيشتغل ما شاء الله يعني ويكون الأول يعني. طبعا يعني كثير يقول لك الناس الأداء بتاع السودانيين خارج السودان أكثر أو أكبر من أدائهم داخل البلد، لأنه البيئة العمل الواحد بيجد المعينات اللازمة للعمل. يعني كثير من الدكاترة مثلا يحبطوا أنه ما في معينات، يعني أدوية ما موجودة، هي المريض ما يقدر فحوصات ما يقدر، هي بعض المستشفيات فعلا. فكثير من الناس اضطروا يهاجروا يعني بعض الأطباء. أنا أتخيل ليه البيئة دي بتخليق الإدارة نفسها يعني الإدارة الحكيمة، الإدارة الرشيدة الممكن هي توفر البيئة، توفر الحوالينا كله إذا في أي مجال من المجالات. صحيح. هو اللي بيطلب، هو اللي بيقول أنا عاوز كذا، هو اللي بيصير على رأيه، هو لما يكون قوي وحازم بيوفر حياة كثيرة جدا الإدارة. لكن إحنا للأسف الشديد فقدنا كل الناس اللي هاجرت، وكلهم ما شاء الله كانوا كفاءات، وإحنا هنا شايفينهم يعني مدينهم أحسن المراتب يعني. يعني ناس بخبرات كبيرة ومقدرات كبيرة كلهم هاجرت يعني. صحيح. يعني مش دول الخليج، مش الغرب في كميات كبيرة. أيوة. في أوروبا، في أمريكا، دي ما يسمى بالشتات، ناس هسه خلاص بيجوا. وبعدين بقت في هجرة
نوعين، في ناس يقول لك مغتربين وناس مهاجرين، في ناس يعني يمكن ما يعودوا للسودان تاني لكن في نفس الوقت ممكن يقدموا الكثير للسودان. يعني ما افتكر أن السودان فقدهم، ففي يعني لأنه حيعيشوا في ظروف أحسن وفي أوضاع ممكن يقدموا بها. وما ظهر في الأخير في السنوات الأخيرة أنه كثير من السودانيين في الشتات، المجموعات المهنية، الأطباء، أساتذة الجامعات وكل السودانيين الشغالين برا لعبوا دور كبير في مبادرات كثيرة فعلا، بالذات بعد الثورة في كثير مبادرات، لكن برضو ما في يعني نوع من التنظيم للاستفادة من هذه المبادرات. صحيح. يعني أفتكر أنه كان مفروض تكون في مفوضية صحيح لنقل المعرفة للاستفادة من الخبرات. صحيح. دي وطبعا نحن حنتكلم عن آليات أو طرق للاستفادة من الكفاءات الموجودة خارج السودان وإعادتهم للوطن والاستفادة منهم بشتى الطرق طبعا للسودان الأكيد حنبنيه بكرة أكيد أحلى. نحن بنتكلم عن أسباب الهجرات من السودان في كل التخصصات، بيكون دائما في كل تخصص بيكون له وضع خاص به. وخلينا ننتقل للأستاذ يوسف الإعلامي ونتكلم عن هجرة الإعلاميين من السودان والجو العام في السودان. هو بالتأكيد يعني هجرة إعلامي الخسارة فيها كبيرة، لأنه هو من قادة الرأي، هو من الناس اللي بيوجهوا لمواقع الخلل وبيوجهوا لسبل التقدم وكده. فلما تفقد إعلامي يعني أنت أظلمت المكان اللي أخلاه هذا الرجل، لأنه هو الإعلام أصلا مهمته توجيه وإرشاد وتوعية للناس وبيسهم ذاته. هو في الدول المتقدمة، إحنا عندنا طبعا لا، دائما المخرجات التعليمية تتبني على خطة الدولة التنموية، يعني بتربط حاجة التنمية الخريج بحاجة التنمية. وأنا أديك مثال، إحنا لما تخرجنا كأول دفعة في سنة 70 وجينا بعد التاميم، وكان حكومة ميري بدأت يسارية وكان المرحوم أبو عيسى هو وزير الإعلام، فوجدنا معارضة شديدة كيف يتم تعيين خريجين من الجامعة الإسلامية ليتولوا إعلام دولة اتجاهها اشتراكي، والظروف حاجتهم لنا وضعتنا أمام خيار أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتعييننا إحنا حوالي 10 خريجين، ومعانا زميل اسمه عثمان عبد المجيد حاليا في فرنسا. تم تعييننا وتوزعنا ما بين الأيام والصحافة، إحنا 5 مشينا الأيام و5 مشوا الصحافة. لكن عايز أوريك نوع الكفاءة، تعين في رئيس مجلس إدارة الأيام الدكتور موسى المبارك الحسن أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم وعضو الحزب الاتحاد الديمقراطي وأول وزير صناعة في العهد المايوي. وفي الصحافة كان رئيس مجلس إدارة المرحوم جمال محمد أحمد زول وزير خارجية. يعني شوف المستوى بتاعة الكفاءات اللي كانت موجودة وبتدير الصحافة على أساس كده. أنا قلت لك إنه الأيام بتعتبر واحدة من المدارس، وكانت جواز مرور لي. أنا جيت هنا يوم في فبراير 95، قابلت عن طريق المرحوم طيب شبشة وأخونا علي ياسين رئيس التحرير ومدير التحرير في جريدة الجزيرة. أنا وصلت يوم الجمعة، يوم السبت كنت شغال وما طلبوا مني أوراق. لكن يا أستاذ نادر يعني أنه تلقى إعلامي، هو ممكن الإعلام يعني ما بيشبه المهنة الثانية. يعني الطبيب ممكن تكون الهجرة اللي هو إيجابية بتعلم فيها حاجات، حتى لو إذا كانت الدولة اللي هو فيها مستقرة اقتصاديا كويس بتتوفر له إمكانيات ممكن يتدرب عليها تدريب عالي جدا، لكن الإعلام والفنون عموما هي خصما. هي خصما، أنا ما كملت الحديث، إنه أنت لما يهاجر إعلامي هو خصمي في المعرفة وفي النوعية بتاعة الأداء بتاع الجهاز. لأنه الجهاز كل موقع عنده نوع من الخبرات معين، يعني المخرج هو غير المصحح صحيح. والتحرير غير الخطاط، لكن هم في النهاية بشكلوا وحدة. يعني التحرير بيحرر المادة والمخرج بيضع لها الشكل والخطاط بيديها
الناحية التجميلية وكده. فهجرة الصحفيين طبعا خسارة كبيرة. ليه؟ لأنك أنت حسا تركت إعلام بلا هوية، يعني الإعلام فقد الهوية، يعني فقد الموجه، فقد تلاحق الخبرات، ما في خبرات، يعني ما في ناس، المعايشة ما في، فقدت المجايلة. إحنا جينا ففقدنا المؤسسين، جينا مع الجيل الثاني اللي هم كلهم كانوا رانكس لكن كانوا خبرات شغالين بخبراتهم، وأفادونا وتجاوزوا بينا وصعوبات البداية. يعني دي للأمانة والتاريخ، يعني بمثل ما نعترف للبروف الراحل كامل الباغر بأنه أدخل أول تخصصين في تاريخ التعليم العالي اللي هم الصحافة والإعلام والوثائق والمكتبات. ومن أهمية هذه المواد إحنا تعيننا بقرار مجلس الوزراء. أما خريجي الوثائق والمكتبات وهم ستة، إحدى الجامعات الخليجية أخذت خمسة منهم دفعة واحدة، وفيهم ناس بعد رجعوا السودان جابوهم مرة تانية. يعني وريك الأسد، يعني إنه أنت يعني دي بالنسبة للأيام. وبالنسبة للأيام أنا بحيي المؤسسين، يعني لأنه ناس بشير محمد سعيد كان عندهم سيستم، عندهم نظام، وبعدين الكفاءات الموجودة في الأيام خلى إنها تبقى مدرسة فيها المرحوم عبد الدين لقمان، وهو إداري جاي من مدرسة الرأي العام، وفيها المرحوم محمود الفضلي والد أخونا المهندس الفضلي هنا في الرياض، مهندس في كهرباء الوسطى. فمحمود الفضلي ده كان في لجنة السودانة، وبيوريك أمانة الناس، وكان أستاذ لغة إنجليزية في الأهلية أم درمان، وهو معروف بمطارحات مع الشعراء المصريين. يعني الرجل النزاهة والنظافة، ثم مدير للمطبعة الحكومية، ليأتي في آخر أيامه عشان يشتغل بالمشاهرة مديرا لمطابع دار الأيام. فإحنا يعني لحسن حظنا استفدنا، خاصة وأنا كنت في سكرتارية التحرير، يعني هؤلاء الرجلين محجوب ومحمود الفضلي، يعني أدل لهم بفضل كبير إنه أداني الغدر الكافي من الجوانب الإدارية، عززت معرفتي الأكاديمية بمتطلبات الصحافة. يعني أنا أستطيع أن أنشي صحيفة وأنشأت صحف، يعني ما واحدة، أنشأت عندي تجربتين، أنشأت وأنا مؤسس له ورئيس لتحريره. فهجرة الإعلام يعني ما بتوصل فيها، لا تغير، هو هدر لموارد. يعني لأنه أنا شايف كمية من الإعلاميين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية شغالين في مهن غير الإعلام، يعني نادر ما تلقى زول شغال في الإعلام، وحتى لو اشتغل في الإعلام ما بكون ما بيتقدم فيه شديد كذا. ما حسب حسب التأهيل بتاعك. إحنا لما أنا كنت في بالنسبة في أديك مثال، في جريدة الجزيرة أنا جيت في القسم الخارجي مع المرحوم الطيب شبشة وفيصل عبد اللطيف، هسه معروف هنا، فاشتغلنا في القسم السياسي. ده يتطلب المتابعة العالمية للأخبار والربط والشغل مهني معين. الناس الجمع عندهم المهنية لنوعية العمل، لأنه هنا العمل ذاته مثلاً أنا حس يعني خطة تجربة إعلام اقتصادي في الغرفة التجارية، أنا بخرج صحيفة ما معي أي حد تاني. أنا اشتغلت مع هيئة الأمر بالمعروف في مجلة الحزبة، حررت التحرير، اشتغلت مع مجلة الدعوة. فشمولية التحصيل الدراسي هياني أنه أنا أنافس، يعني ما لقيت نفسي متخلف عن أي كفاءة غير السودانية أنا اشتغلت معه، والحمد لله يعني للآن ما هزمني حد يعني بالكفاءة. يعني حتى اختياري لمكتب الخليج جاء بإصرار شديد من مدير التحرير اسمه غسان ضهبوب، فلسطيني متجنس، وكان في النهاية هو مستشار لرئيس الدولة في الأمارات. يعني فهو اللي بيطلعوا ما كلهم مهنيين. حتى هذا دار حوار بين أخوان المرحومين محمد طه خليفة الريفي، ده واحد من الذين أسهموا في تميز الأيام، وهو رجل عصامي، يعني كان صحفي بيحرر الصفحة الأخيرة في جريدة الأيام، وهي واحدة من الواجهات الصحيفة، الصفحة الأولى والأخيرة بصحيفة مرايا. فدار حوار بينه وبين أخونا تيتاوي رحمه الله أيضا، فإنه الصحفة قال لي ما دراسة أي، وأنا تركت المعركة من انتهت وقلت لي لا، الدراسة أهم من الموهبة، لأن الموهبة تتأثر بالحواس. فهو ذاته فلما فقد البصر فقد حاسة من ملكة من ملكات البحر الباص صفحة، كان بيكتب سمعته ورأيته وأراته.
فجابوا له شخصين بيت وولد بيقعدوا بيمليهم الصفحة الأخيرة. فالموهبة عندها حد، أما العلم ما عنده حد لإدراك الأصول والمتطلبات بتاعة العمل فعلا. والجدير بالذكر الأستاذ يوسف أنه الكفاءات السودانية وين ما مشت هي بتكون دائما مثال مشرف في كل المجالات. السوداني وين ما اختار مجال، ولما يعني كل ما يطلع برا ويمثل بلده في مجال معين هو بيكون الأميز والأكثر كفاءة، ولله الحمد حاجة جميلة جدا ومشرفة. نحن عارفين أنه سمعة السودانيين في حتى في طباعهم وفي طيب أخلاقهم وفي كرمهم وأيضا في مهنيتهم العالية. ونحن يعني ممكن يكون تكلمنا عن كثير من الأسباب اللي بالتأكيد بتحول دون أن إنه كل الكفاءات الموجودة إنه هي تهاجر في طول السنوات المضت. نحن اليوم إن شاء الله بنتكلم عن بنى جديدة للسودان وبنتكلم عن سودان جديد نحن حنبنيه أكيد بالخبرات وبالكفاءات الموجودة حول العالم. فنحن حابين نتكلم عن آليات أو طرق لإعادة الكفاءات الموجودة خارج البلد، كيف نحن نقدر نستفيد منها. خلينا نبدأ مع البروف، تفتكر شنو هي الطرق المناسبة؟ الطرق المناسبة أول البيئة المناسبة، أول حاجة يكون في نظام ديمقراطي في البلد، نظام يكون مقبول وبيئة تكون جاذبة للناس. صحيح. والحاجة الثانية أنه تهيئ الظروف مثلا للأستاذ الجامعي، الظروف سواء كان الاقتصادية أو العملية، بيئة العمل برضو مهمة جدا تكون في تهيئة لها، دي تكون بيئة جاذبة للناس. بالإضافة لذلك محاولة الاستفادة من العلماء أو الكفاءات الموجودة في الشتات في أنه يدعم البلد. وفي يعني أمثلة كثيرة، ومن أجمل الأمثلة أحيي هنا خريجي رابطة خريجي جامعة خرطوم بأمريكا الشمالية، لعبت دور كبير في تأهيل جامعة خرطوم. طبعا تعرضت للهدم والتدمير أثناء الاعتصام أثناء الثورة، يعني كثير من المباني وكثير من الأجهزة فقدت وكثير من التدمير من أعمال التخريب. أي فالرابطة ساهمت في تأهيل كثير من الـ 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 الوحدات في الجامعة، ضمنها العيادة بتاعت الجامعة، ولسه في برامج كثيرة الرابطة بتعمل جميلة فيها. ملفتة صراحة. ملفتة. وفي أمثلة كثيرة أنا ممكن أتكلم لك عن كثير من المبادرات من الشتات، يعني هنا في دول الخليج في رابطة أطباء السودانيين في قطر، في رابطة الأساتذة السودانيين في قطر، في رابطة الأطباء السودانيين في الخليج هنا في المملكة العربية السعودية وفي الأمارات وفي أمريكا الشمالية، برضو في روابطين اللي هو السما وسابا، دي روابط للأطباء السودانيين، في واحدة قبل الثورة واحدة جات بعد الثورة، وكان لهم مساهمات كبيرة في تقديم مبادرات في مجال التدريب في مجال حتى الأجهزة أيام الكورونا، وفروا بعض المعينات والأجهزة والأكسجين دعمت بشكل كبير. أي لوزارة الصحة عندهم مشاريع لسه مشاريع كمان كبيرة وكثيرة. أيوة. يعني حيعملوها حينفذوها، وده دي المسائل الممكن هي تقدم السودان وتخلق لنا كفاءات جدد. أيوة. في السودان، وده في إحنا في أشد الحاجة لها في الفترة دي تحديدا. نحن نمشي للكنترول، نطلع فاصل ونجيكم راجعين تاني إن شاء الله.
ورجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية مع ضيوفنا المنورين جدا من داخل الاستوديو، والحديث عن الكفاءات السودانية في خارج السودان وطرق وآليات لإعادة هذه الكفاءات وبناء السودان إن شاء الله بمستقبل يكون جميل وزاهر وبشبه آمالنا وطموحاتنا نحن السودانيين وين ما كنا. وقبل الفاصل كنا مع البروف إبراهيم وكنا بنتكلم بروف عن طرق وآليات أيضا لإعادة الكفاءات، وتفضلت أنت بذكر أمثلة جميلة جدا لمبادرات قاموا بها السودانيين المهاجرين لدعم السودان. برضو في مبادرات هي أمثلة، مثلا في برنامج بتاع الأمم المتحدة اسمه التوكن، أن الاستفادة من كفاءات أي بلد، يجيبوا الناس الكفاءات تجي البلد لفترات معينة تقوم بتنفيذ مشاريع معينة، سواء كان في مجال تدريب أو في مجالات مختلفة من برنامج التوكن. وبرضو ده كان موجود في إدارة المغتربين في قسم اسمه نقل المعرفة. لكن أنا بتكلم برضو عن حاجة مهمة جدا، مفروض بعد الثورة كانت تكلمنا عن موضوع أنه مفروض تكون في مفوضية لنقل المعرفة. لأنه في عدة جهات يعني في الشتات من المهن المختلفة عندهم برامج عندهم مبادرات، فما في الجهات المنسقة، هي المشكلة هي التنسيق. يعني مرات تلقى في حاجات مكررة، في حاجات يعني ما فيها تنسيق، وبيتعبوا لحد ما الواحد يلقى جهة يعرف في الوزارات عشان يلقوا بعض المساعدات عشان ينفذوا مشاريع. كثير في ناس جو ورجعوا ما قدروا، بكل طاقات مهدرة. فعملية التنسيق مهمة جدا للاستفادة. صحيح. وبرضو في مجموعة في عدد كبير من الأطباء طبعا في بريطانيا برضو قدموا مبادرات كثيرة في مجال التدريب في مجال الأجهزة، وفي ناس برضو قاموا بمبادرات شخصية يعني. صحيح. كثير بالتنسيق مع الجامعات، بالتنسيق مع مجلس التخصصات الطبية. يعني أنا برضو شاركت في 2018 برضو جيب فترة لمجلس التخصصات الطبية، قدمتها ورشة عمل. مهم جدا حكاية أنه للاستفادة لازم يكون في تنسيق. صحيح. الحاجة الثانية أنه التهية، أنه في ناس ظروف الاقتصادية، يعني مثلا في فترة من الفترات كانوا بيجيبوا أساتذة أجانب. واحد اداني مثال، واحد جاب استاذ سوري درس لغه انجليزيه في الجامعه ياخذ نص مرتب بالدولار ونص مرتب بالسوداني، دي اذا ادوها لاي سوداني باقل شيء ممكن يرجع من صحيح يوفر له من غربته البيئه اكيد. بدل يجيبوا ناس ثاني اجانب، يعني في كثير من السوداني ممكن اذا وجدوا ظروف الملامه ممكن يرجعوا. دي نقطة مهمة برضو جدا، يعني عقدة الخواجة وعقدة الأجانب دي برضو إن إحنا لازم نتجاوزها يعني في وعينا العام. كثير بيقول لك دائما الحاجة المستوردة الجاية من برا دي بنديها قيمة أعلى من المنتجات القومية والمحلية، ودي مفروض نقطة محتاجة لها معالجة. صحيح أستاذ إبراهيم. أيوة، إحنا وبخصوصا إحنا كفاءاتنا برا هم يعني ناجحين جدا، يعني احنا ما محتاجين لحاجه زي دي، عندنا كفاءات عاليه جدا. لو وديناهم نص اللي بيدوا لهم برا كان بيجوا. في ناس وطنيين جدا، في ناس بيحبوا السودان بشكل كبير. كثير من المهاجرين والمغتربين بيتجهوا لمناطق فيها اقتصاد كويس، فيها من السودانيين، زي ما امتداد للحديث ده طريقة رجوعهم كيف دكتور؟ صحيح. طيب أنا أعتقد أنه المشكلة الأساسية هي في سياسية، يعني لأنه السياسة مرتبطة بالاقتصاد. المشكلة يعني الأسباب في 90% أو 95% من أسباب الهجرة مرتبطة بالسياسة، لأن أصلاً الاقتصاد نفسه مرتبط بالسياسة، فمسألة معقدة جداً. فهنا أنت في حالة أنك أنت عايز تجذب الناس للرجوع للسودان، معناتها أنك تزيل أسباب اللي خلتهم يهاجروا.
من الأسباب اللي خلتهم يهاجروا في يعني بعض المشاريع زي مشروع الجزيرة مثلا. يعني أنا أديك مثال مشروع الجزيرة وإنت من أبناء مدينة مدني. مشروع الجزيرة اللي هو طبعا حصل له تدهور كبير جدا جدا في البحوث الزراعية. كان في 700 بروفيسور في الزراعة، 700 بروفيسور دي تشردوا. يعني دي هجرة قصرية، يعني أنه كل واحد اللي مشى أمريكا ومشى بريطانيا وتلقفوهم بالمناسبة الجامعات وال 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 والمعاهد العليا والشركات يعني بسرعة جدا جدا. جامعة الجزيرة برضو نفس الشيء، من أول من أوائل الأيام بعد الانقلاب 89 برضو هاجروا منه بروفيسور حمور وبروفيسور ماجد الله يرحمه ومجموعة كبيرة جدا جدا. فالأسباب اللي خلتهم يهاجروا، أنت أعمل مناخ لتخليهم يرجعوا بنفس مستواهم. إيه التهيئة؟ تعمل مشاريع كبيرة، تعمل تعيد هيكلة الجامعات، تعيد هيكلة المشاريع الكبرى، هيكلة اللي هو مشروع الجزيرة مثلا، مشروع الرهد، دي كلها يعني محتاجة لخطط كبيرة جدا جدا، منها يعني فتح مصانع جديدة. بالمناسبة دي يعني أنا عشان أقول لكم إنه الخطة بتاعت الدكتور عبد الله حمدوك بعد مؤتمر باريس كان عندهم 18 مشروع، مشروع كبير. من ضمن ال 18 مشروع مشاريع في الطاقة، مشاريع في الطاقة كان أنه الخطة بتاعتهم في 2022 أنه يعملوا مشاريع للطاقة يعني تولد ما لا يقل أظن عن 5-6 ألف ميجاوات، يعني ما يعادل اللي هو الطاقة الآن شغالة في السودان 3-4 مرات. تخيلي أنه زي المشاريع اللي زي دي، كم من الكفاءات ممكن يجوا عشان يشغلوا مشاريع زي دي. في 18 مشروع، منها مشروع الوادي هوارد أظنه في 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 عطبرة، وعنده يعني مشاريع كبرى. المشاريع الكبرى دي كان الخطة بتاعت الدكتور عبد الله حمدوك في 2022 يعني تشغل ما لا يقل عن 500,000 وظيفة. وبدأ المشروع كان، ولكن للأسف الشديد في 25 أكتوبر يعني حصل. فهذه من الأشياء، أنه إعادة هيكلة الجامعات، إعادة هيكلة مراكز البحوث، إعادة هيكلة مراكز البحوث الزراعية، إعادة هيكلة المشاريع. يعني هذه كلها بعد ذلك طبعا من ضمنها أنه يتحسن الاقتصاد. لما يتحسن الاقتصاد يبقى يكون مشروع. بعدين الأمن والسلام، نعم، والحرية دي من والعدالة. أيوة بعد يعني نحن يعني محتاجين لحاجات كثيرة، لكن الآن أي مبادرة بتحصل في ظرف زي ده، ظرف سياسي زي اليوم، بتبقى زي اللي بنفخ في قربة مكدودة. صحيح، كمية من الشباب حاسين هم مهاجرين، يعني صحيح هم دارين يهاجروا بأي وسيلة من الوسائل. في وسائل صحيح كمان ممكن تؤدي للموت، يعني صحيح هم مصرين إنه يهاجروا. لكن أي مبادرة في وقت زي ده بتبقى صعبة، يعني صحيح صحيح. ما لأنه أصلا الوضع الآن هش جدا جدا، يعني وضع هش لا يصلح لأي حتى مستثمر، خلينا نحن من المهاجر القادم، لأنه المستثمرين والعائدين من المهاجرين والعائدين من المغتربين عايزين مناخ يعني تتوفر فيه أشياء كثيرة جدا، منها أول حاجة الأمن، السلام، الاستقرار، استقرار الصرف الدولار، سعر الصرف، نعم، استقرار، يعني أشياء كثيرة جدا. صحيح طبعا. أنت هسه الوزارة تعمل لك مشروع كمان بيفرض عليك حاجات لما أنت تطفشك، يعني لحد ما تمشي تعمله في حتة تانية. صحيح، بغير الميزانية اللي كل مرة بتتغير على حسب سعر الصرف. زي ما ذكر دكتور عثمان. صحيح، نمشي للكنترول نشوفهم جهز لنا شنو ونجيكم راجعين تاني إن شاء الله. يا سلام، شكرا للكنترول على الاختيار الجميل للفنانة الجميلة إيلاف وصوتها الجميل، صراحة أطربتني جدا داخل الاستوديو. وبالتأكيد الدكتور عثمان، رأيك شنو في اختيار الكنترول؟ رائع جدا جدا، نحن الراعي المدني نحبها، وفعلا هي قلب الجزيرة، ويعني نكن لها كل المحبة.
طبعا كلنا من الجزيره صح الكلام. ايوه نعم. من ياتو منطقه انا بين اثنين، الوالد من عبد الباقي لكن مستقرين في مدني، والدتي من ناس حساس. ما شاء الله. البروف انا بديت حياتي العمليه في مدني. يا سلام. انا من 56 مقيم في مدني. اللي هي كانت الاعداديه اسم الاعداديه كانت الطب كليه الطب فيها كليه الطب. حصة جامعه الجزيره فقدت بسبب هجره الاساس تفقد التميز العربي. يعني جامعة الجزيرة دي أكثر جامعة مرتبطة بالمجتمع، طلابها بيدرسوا زي النظام اللي قلت لك براكتيكال في المستشفيات. حس الدكتور عمر السني مدير مستشفى الأسنان في مدني يعني بعلاقات مع المغتربين من أبناء مدني، هي قسم الأسنان لأنه خريجي جامعة الخرطوم، وجامعة الخرطوم ما في تدريب للطب الامتياز جو مدني. فعلا فعلا مستشفى مدني للأسنان هي من احدث المستشفيات في السودان. أيوة. يعني صحيح. ونماذج كثيره في مدني يعني قاموا بها مدني يعني هيئوا المستشفيات دي. حسا في احدث قسم للمناظير مبنى حديث في المدخل المواجه للسكه اللي ما افتتح، يعني مبنى كامل للمناظير اللي دخلها دكتور حمور. يا سلام. انت برضو كمان قضيت فتره في مدني محطه مدني. مدني انا ما اساسا يعني متزوج ومستقر واهلي فيها يعني كله. لا في الشغل يعني لا الشغل بس انا مدني ما جلست فيها كثير، مشيت الجامعه 65 وهاجرت، او كنت قاعد من 65 ل 80 بين الجامعه والايام لغايه 80 هاجرت مسقط، رجعت مدير لمكتب جريده الخريج، كنت ساكن في الخرطوم، رجعت مدني زي 94 92 93 أسست فيهم صحيفة الولاية مع آخرين. و 95 جيت راجع السعودية، يعني كان جلوسي ما كثير في مدني. تخرجت على يدك مجموعة كبيرة من البنات الإعلاميات الموجودات في الساحل. هو أوريك إحنا كيف يعني ذاته جينا ندخل عشان ندرس، إحنا حوالي ثلاثة معي المرحوم دكتور تيتاوي وأخونا عبد الدايم عنبر، ده الدفعة الورانا من نداي لكن كان دارس لغة لغير الناطقين بها، ويمل عنده لغة إنجليزية وفرنسية، دي ساعدته طبعا. اختارته جامعة أم القرى بيدرس الطلاب، وأحيانا بترسل الطلاب الجايين يدرسوا الجامعات السعودية يدرسوا اللغة العربية قبل ما يجوا، وبعد رجع السودان تاني جابته. يعني الخريجين الأوائل ليل متمكنين في أشياء، يعني الإعداد بتاعنا قلت لك إعداد شامل، يعني الناس اللي درسونا، يعني واحد من الذين درسونا الدكتور عبد اللطيف حمزة وهو مؤسس القسم في جامعة القاهرة، دكتور مختار التهابي، محمد محي الدين هدار، عز الدين إسماعيل، عاطف غيس، علي عبد الواحد، يعني درستنا أسماء مصرية، حتى واحد من زملاء المصريين بيقول لي يا أخي دي إحنا بنسمع بهم سمع، كيف درسوكم؟ السودان كان عنده عملة يدفع عليهم؟ أي والله. يعني الجامعة الإسلامية لو تركوها كما أسسها كامل الباقر، المرحوم جعفر بخيت رجل علماني، فلما جو خريجين الاجتماع اختار الأغلبية منهم، قال لو بيدي لاخترتهم كلهم من جامعتهم درمان الإسلامية، لأنه الغاية بتعريف داير يعرف كيف يصلي بالناس الجنازة وكيف يصلي بهم العيد وكيف وكيف، لأنه إحنا في إعدادنا السنة الأولى في جامعة درمان الإسلامية درسنا أول حاجة كل المواد، درسنا إحصاء، تاريخ إسلامي، مشكلات دولية، نحو، صرف، لغة إنجليزية، يعني دراسة عامة، تاريخ إسلامي، يعني إحنا عدينا إعداد، يعني ما إعداد كان سهل، وناس كلها أسماء. المنهج بتاعكم كان بيختلف من معهد القاهرة. التشعيب بدأ من الثاني، عندنا دكتور حسن عباس صبح رجل معروف في إجادته للغة الإنجليزية. يعني. ده كان هو المسؤول عندنا على شمه اذاعه التلفزيون من السوداني، معنا البروفيسور الشريف غاسم من الناس اللي بيدرسوا معنا في الجامعه، يعني احنا درسنا على محمد محي الدين عوض، درسنا جرائم النشر وهو مؤلف قانون عقوبات السودان. انا اشتغلت 52 سنه داخل وخارج السودان ما اخطات في عنوان بتاع صحيفه، وحس في الاشياء دي في مجله القصيم لو أردت أوريك كيف ذات الاختلاف ما بين عنوان المجلة واحترام. ما شاء الله. ما في مصحح بصحح لي كلام. وين نحن هسي يعني بنقف من المعايير والمستوى الرفيع للإعلام والصحافة؟
أنا بقول لك الأيام دي واللي بيغلط في آية دي كيف؟ واللي بيغلط في الآية يرجع تعرف يعني أنت عشان تتفادى حسا طبعا جوجل حل كل المشاكل صحيح ما في مشكلة يعني حتى للأسف يعني أنا بوريك الإخراج اليدوي بيعطي الجريدة الكراكتر بتاعات التميز أنت بتتحكم في 5 سطور كده 6 10 3 عكس الإخراج التقني الإخراج التقني للأسف فيه إمكانيات لكن المخرجين قدراتهم ضعيفة ما استفادوا من الريستريشن الموجودة ما استفادوا من الصور ما استفادوا من الباك جراوند أنت ما تكتب موضوع إلا تعمل باك جراوند الباك جراوند أصبحت ما عندها مشكلة أنت بترجع جوجل بتجيب لو عندك مشكلة دولية بتديك الخلفية صحيح لكن أو تراي ذات مشكلة يعني أنا عكسي مني أنا أسأل حاجة عندي أكتب أسأل شيء زمان كنتوا في السبعينات يعني من الأشياء بالنسبة لي سهلة الكتابة أسهل شيء عندي في السبعينات كنتوا ما شاء الله يعني كان في ابتكار كان في أعمدة يعني جميلة بتتكتب كويس لكن بمجرد ما جات الإنجاز الوطني كويس أصبحت كل الصحافة وأصبحت كل الحاجات متجهة لأنها تدعم مشروع الحضاري للكيزان أنا بديك تجربة قبل ما ندخل عندنا المرحوم حسن مختار كان هنا في جريدة الرياض كان في الجزيرة ومشى الرياض وأخونا عبد الجابر كان في جريدة الجزيرة بعد ما استغل ماخدينه مستشار فاتك في خلال الأيام الفاتت دي من السبعينات 76 أو 77 هو مخرج فني خريج المعهد الفني حلفاوي رجل متميز مثقف يتعامل مع المادة المادة اللي عندنا لما تكون طويلة بتكسر حدتها برسمة أو أي حاجة عشان يغرب الصورة والمادة ذاتها لما تكون طويلة لابد أن يكون فيها حاجات داعمة ما تكون كلها حتة واحدة عشان انقرائية الصحيفة تتحقق فبقول لك الإخراج اليدوي هو كان أخونا عبد الجابر وحسن مختار ديل اخترعوا حرف شبيه بحرف بتعمل بالحوادث اللبنانية كنا نعمل في الملحق الثقافي بتحت الأيام عندما زار الملك خالد 78 السودان في فترة نميري عملنا ملحق كان سبب في إنه جريدة الجزيرة تستوعب ما لا يقل عن 50 من جريدة الأيام من مختلف الأقسام ده كلام جميل الله أستاذ يعني يعني في فترة من الفترات يعني إحنا الناس الفنون مثلا كويس النكتة سيطرت عليه المسرح وتقفلت السينمات كده كويس يعني بقت أشهر صحيفة الدار اللي هي بتلهي الناس عن 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 الحاجات المهمة يعني انتهت كل الصحف الممكن تديك مادة دسمة تديك مادة جميلة أو تديك خبر يفيدك لقدام النكتة كمان بتدعم العنصرية واضطهاد المرأة وكذا ودمروا المسرح أي حاجة جميلة اتدمرت في 30 سنة حتى الصحافة ذاتها يعني غير كلمات متقاطعة والدار ما كان في صحف ظاهرة كده يعني المسرح قدم غطار الهم وماك بس عملت في المسرح السوداني ده في عهد الميري صح؟ أيوة جابوا عادل إمام في مدني بالضبط شاهد ما شافش حاجة أم كلثوم كمان جاءت المسرح القومي كلثوم جاءت السودان يعني أيوة. الناس اللي بيجوا زوار يعني ذاته نوعية الأبنودي في ليلة في مهرجان الثقافة ليلة كان أطراف البروفيسور عبد الله الطيب حسن عباس صبحي إسماعيل حسن إبراهيم أبو سنة الشاعر الأبنودي ده لأنه كان ماسك الإدارة محمد عبد الحي محمد عبد الحي كان ماسك إدارة الثقافة أيوة شوف ده عشان كده جاب ديل يعني ثقافية في نادي ناصر يعني ديل ذاته صحيح برضو في نزار قباني أيوة جاء برضو جاء مرتين السودان في المرة الأولى سنة 68 يعني في خرطقة الثانوية الفكرة كلها إدارة يعني استاذ محمد عبد الحي لما كان ماسك اداره الثقافه كويس اللي هو عمل المهرجان اللي انت بتتحدث عنه الاول والثاني جوائز الرئيس الاول والثاني ايوه كان من افرازات عثمان سيد احمد مصطفى ولا مصطفى سيد احمد كان ده في ليله الواعدين يلا بعدك شوف المهرجانات جات بعدها
وشوف شكلها كان كيف، وشوف توجهاتها كانت كيف، وشوف الأفكار اللي كانت بتبثها للناس من خلال الأغاني، من خلال الأعمال الدرامية المسرحية اللي تبثت في خشبات المسارح، يعني هم صرفوا عليها. حتى 2005 واحدة من عاصمة الخرطوم عاصمة الثقافة برضو كانت 2005 أكثر مما إنها تكون 2005 عاصمة الثقافة. زيارة أم كلثوم للسودان هي كانت السبب في إنها تغني لشاعر من السودان، الناس ما بيعرفوا كده. إنها هي قالت رد للي عملوا معها، فكلفت عدد من الشعراء اللي حولها يختاروا لها ويجابوا لها القصائد، ووقع اختصارها على غدنا ألقاك يا خوفا المهم. هي لما اختارت القصيدة من عادة أم كلثوم لا بد أن تجري تغيير في أبيات القصيدة عشان تجي مع صوته ومع اللحن. وأنا يعني في كتابي ذا قاعد بغدا تشدو كوكب الشرق بأغنية اللي شاعر من بلادي، حتى جرى معه عبد الله محمد لغاء مع أم كلثوم قبل هذا. أنا عامل قصة غدا ألغاك يعني في كتابي ذا، واحد من الطرح اللي بقول لك إنه هو الطرح يخرج تبع المألوف التأليف يعني. يا سلام. ما يتضمن موضوع واحد يعني، يتضمن استعراض 10 كتب ل تعتبر من لآلي الكتب يعني. التعليم عن بعد للبروفيسور علي شمو بيحتاج ليه الإعلامي، وبيحتاج ليه المعلم اللي هو ديستانس إدوكيشن تعليم عن بعد. كتاب تو لايفز لعمر بليل. عندنا إسلاميك أتيتيود تو أذر ريليجنز البروفيسور كامل الباقر. عندنا طيب صالح اللي هو يعني ملك الرواية العربية، عبقري الرواية العربية. عندنا عبد الله أغبش اللي هو خريج أولية أصبح مترجم القصر يعني، واحد من العصاميين في الكتاب ده، مؤلف يعني عدة كتب في عمل لها ريفيو ما شاء الله يعني. الكلام الجديد يعني ممكن تكونوا أنتوا شاهدتوا أو عشتوا أو شفتوا كثير من خير السودان، لكن لما نيجي نتكلم عن أبناء المغتربين اللي اتلقوا تعليم بشكل جميل جدا وكفاءات حقيقة نحن السودان محتاج لها جدا، وكمان هم بعيدين تمام البعد عن أرض الوطن وما عندهم ذكريات جميلة تقدر تربطهم بالسودان زي ذكريات جميلة سمعناها من حضراتكم. فأيضا برضو دي يعني طاقات الشباب، يعني حضراتكم عارفين أنه دائما الحضارات والمدن والدول دائما بتتبني بالشباب. ولو جينا تكلمنا عن المغتربين بالأعداد الهائلة دي وأبنائهم اللي تلقوا التعليم الجيد اللي بتأكيد بيقدروا يفيدوا السودان، كيف نحن نربطهم بالسودان؟ يا بروف تفضل. دي الحكاية دي مفروض تبدأ يعني قبل ما يتخرج من الدراسة يعني، حس في برامج أنه نحاول نربطهم بالسودان، أنه يقضوا فترة في السودان. أنا في تجربة برضو من رابط خريجان الخرطوم يوكانا، أن عدد من الشباب المولدين في أمريكا سوداني جو السودان لفترة وقضوا فترة تدريبية وجلسوا في الجامعة وكان عندهم زي كورسات وعملوا بعض النشاطات منها التشجير من حاجات مختلفة. فدي الحاجات اللي بتربط الناس، حتى الواحد بعد ما يتخرج يفكر أنه لازم يشتغل في السودان، انا ارجع افيد بلدي يعني. وحتى يعني برضو الثوره دي اذكرت حاجه انه السودانيين اللي اتولدوا برا حتى الاطفال كان في ارتباط شديد ظهر انه ايوه صح، بالرغم انه واحدين ما شافوا السودان صحيح لكن كانوا مندمجين مع الثوره ومع فعلا. فلازم الربط يبدا من سنين الدراسه في الاول، نغرس فيهم الوطنيه من الطفوله. حتى في بعض الجاليات يعني عندنا في أمريكا بيدرسوا في خلال نهاية الأسبوع يعني السبت والأحد بيكون في مدارس سودانية من ضمنها بيدرسوا تاريخ عن تاريخ السودان عن جغرافية السودان. دي برضو من الحياة تربط يعني الربط بيبدأ من بدري من بدري. طيب في نفس السياق ده دور الإعلام، دور الإعلام في ربط الأجيال دي مع السودان. مجال الإعلامي بحكم إن أنا ذاتي يعني صاحب هجرتين مسقط وهنا، ويعني أنا يمكن ذاته من النجاحات اللي يعني وفقني الله، أنا رجل
بشارك في العمل العام يعني حتى السياسي يعني. شاركت في فترة طلاب الطلاب الاتحادين في 86، وشاركت في مسقط في الجالية كونا صندوق الخيري وكنا عندنا فريق للكورة، وجيت هنا برضو وكنت في الجالية في بريدة أمين الإعلام وعضو اللجنة التنفيذية، وكانت عندنا تجربة جبنا الناشئين من أبناء الجالية، لكن اخترنا أفضل الناس أخلاقا أحسنهم أخلاقا زي ما يقولوا، وفي نفس الوقت مقبولين للجالية هم اللي يشرفوا على تدريب هؤلاء، وربطتهم أنا بالذات بنادي الرائد في بريدة، لغاية أنه حتى لما جيت مغادر نادي الرائد كرمني لي ربطه الجالية بيه، فكنا بنديهم دروس، فخلت أي الآباء لما شعروا في دروس خاصة وأنتوا ولدي ما أخذتوا ليه، بنديهم دروس في الجغرافيا والتاريخ ومعلومات عن السودان ولغة إنجليزية ولغة كده، يعني ربطناها بدراسة. حس زي ما ذكر البروف، المدرسة السودانية يمكن تحل مشكلة من البعد من أبناء المغتربين من السودان. أنا كتبت موضوع اسمه هشاشة تربية المهجر، يعني تربية المهجر هشة، ما لم الوالد يكون هو حريص ذاته يربط أبنائه بها. أنا بدي تجربة، أنا كنت مراسل الرياضية السعودية من مسقط، عندي ابني محمد في 5 ابتدائي كان بيقرأ الرسالة الرياضية لما يكون عندي اجتماع بتاع الجالية، ليه؟ لأنه أنا بدرسه في البيت، ورجع في الصف الثامن ونجح ودخل في لين الحكومية. البيت حس حالياً دكتورة خريجة من الاستريح حاصلة على ماجستير ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، جات من الصف الخامس، ما احتجت درستهم في السودان بأساتذة طوالي واصلوا مع التعليم، لأنه أنا كنت بدرسهم بنفسي. فالأب إذا ما انتبه، اثنين كيف تربي ابنك في فضاء مفتوح؟ لأنه الفضاء مفتوح كسر رقبة الأسرة. زمان التلفون في البيت لما يتجرب السلك معروف منه الجرة، صحيح؟ يعني حتى عملنا تحقيق في جريدة الأمكنة، أم بتقول هي غالغة من محادثة أبناء ليلى، فبيضطر قالت تجمع منهم الجوالات بالليل. أنا مضطرة قالت عشان أتابعهم في الجامعة، لكن عندها مخاوف كثيرة من إنه الجوال يكون جنبنا لغاية الصباح وبالتالي. صحيح طبعا. فالناس دايرين لأشياء، إحنا غايت في جالية بريدة كنا يعني حتى الرعاة في الخلا كنا مسجلين نوم، يعني عندنا ناس دكتور الجمري ودكتور النور ودكتور مجموعة كبيرة جمري الدفعتين الجمري أي والله هو دكتور حسن عيسى، يعني مجموعة كبيرة إحنا يعني بيعالجوا الجالية، بيجوا عندي معي دكتور النور مميزة ويكون في السودان بيعالجوا الجالية في البيوت. لكن برضو الفعاليات والحفلات وعندنا نظام في جالية القصيم لأي شيء في لجنة. طيب الحفلات وال حفلات والتجمعات ما عندنا اختلاط، النساء في جانب والرجال في جانب، بنوصل الشاشة المناسبة من هنا لهنا، لأنه بريدة كانت فيها تشدد شوية. صحيح صحيح. طيب جميل. دكتور عثمان، يعني نحن ممكن نكون بنعرف معنى حق رد الجميل وواجباتنا تجاه السودان، لكن كيف بالنسبة للجيل الجديد، الجيل دائما بيفتش على سبل الراحة والرفاهية ورفاهية الحياة وين ما كان، كيف نقدر نقنعهم بالعودة للسودان؟ والله طبعا ده يعني مسألة صعبة جدا حقيقة. صحيح. لأنه يعني شوف أنا أديك مثال، يعني مثلا في امريكا، في امريكا في طبعا يعني ethnic groups مختلفه، يعني مجموعات اثنيه مختلفه. نعم. والمجموعات الاثنيه المختلفه دي كلهم بيفتخروا بمنطقتهم اللي جو منها. من اصول المانيه يقولوا نحن والله جاي من المانيا، نحن اجدادنا جو من المانيا في سنه كذا وكذا. الانجليز اللي هم اللي يقول لك نحن بريتش، الايريش اللي ودرات بيل كلينتون وغيره وغيره، احنا جنسنا ايريش، والروس نحن نقول احنا جنسنا كله في النهايه امريكان. الافارقه ما بيكونوا ما بيفتخروا بكده، نحن لما نقول احنا جايين من افريقيا، افريقيا يعني من القارات المتخلفه. صحيح. اللي حضارتها يعني متخلفه عن بقيه العالم. فنحن اذا ما نهضنا ببلدنا ووصلنا بها الى مرحله يعني متقدمه من النمو الاقتصادي على الاقل
لنجعل أن أطفالنا يفتخروا بأنه هم من 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 دولة السودان. أن إحنا بنحاول بقدر الإمكان زي ما قال البروف باني والأخ يوسف الصحفي القدير يعني في أنه إحنا لازم نحببهم لبلدهم ونحببهم ونديهم التاريخ وندرسهم اللغة بتاعتنا واللهجة الدارجية ويعني والبطولات والإمام المهدي وما إلى ذلك والعودة صحيح. إلى سنار والسلطنة الزرقاء ومملكة دارفور وما إلى ذلك. ولكن في نهاية الأمر بالنسبة للحياة العملية لما يمشوا هناك بيتفاجئوا بأنه الكهرباء قطعت فعلا. الموية قطعت المش عارف دي فما بيلقوا سبل الراحة ولا بيلقوا حتى النت اللي يشوفوا فيه المعلومات يعني. وحتى كمان المجتمع يعني الشباب الموجودين داخل السودان هم بيطوقوا طبعا لأي فرصة يلقوها للخروج خارج السودان. ف يعني حتى لو هم كانوا حاسين بعدم راحة بسبب صعوبة المعيشة في السودان في الوضع الراهن حتى الناس اللي حوالينهم ما بيدعموا لهم فكرة الوجود في السودان جميل. صحيح صحيح. لكن بعدهم هم طبعا لأنه هو في النهاية هم بيسألوا هم منطقيا صحيح. أنه طيب يعني أنت إذا كان أصلا يا أبوي إذا كان أصلا أنت هو أصلا السودان جميل بالصورة أنت بيقول أنت ليش طلعت منه طيب يعني بيسألك أنت بكل دائما الإجابة سؤال, سؤال طبيعي. لكن أنا طبعا اللي ساعدني أنا جبت أولادي مع أول ما جيت 95 وسكنت في الناصرية محمد الكبير هو حسا مهندس عاصو قالي فوق الجامعة شوية وهنا يعني في مركز مرموق يعني ما شاء الله الاس تي سي الله يحفظه. وأول ما قبلوه في الثانوي والدة تغررت قالت لي إحنا راجعين فرجعت أنا ما دفعت أي دولار لأولادي الثلاثة تحنوا شهادة سودانية وقروا سودان قناعات طبعا صحيح. وأنا القناعة جات من زوجتي ما كنا من مقترح يعني أحيانا برضو الفنون كمان بتقربهم أكتر. شايفين كثير من الناس بيرددوا في الأغاني السودانية وفي الثورة دي تحديدا عرفوا الحاصل شنو وعرفوا العلة من وين عرفوا السبب من وين صحيح. حتى لو جاء السودان بيستوعبوا الحاصل ده لأنه صحيح. السوشيال ميديا قربت المسافات وكشفت كل الحاجات الممكن يواجهوها صحيح. يعني إذا جاء السودان السودان هم حاسين بألمه صحيح. يعني دي برضو واحدة من الحاجات الممكن تكون قربت الشباب بين من السودان والسودانيين وخلتهم إنهم يفتشوا أكثر وأكثر كمان والله كتجربة القصة يعني. لكن هنا في نقطة مهمة جدا جدا أنه في نهاية الأمر أنه الإصلاح هو إصلاح سياسي طبعا في المقام الأول أكيد بعدها بكون إصلاح بقية الأشياء كل الحياة بتتصلح. وبرضو في أضيفة نقطة يعني الواحد إذا حرص أنه كل سنة أو سنتين أولاده ينزلوا ديل بيكونوا أكثر تأغلهم يعني لأنه بيأخذوا جوانب يعني عندنا حتى واحد من أقربان عايش في استراليا كان بينزل بأولاده فرغبتهم مصر وحسا بيدرسوا هنا لكن ما شاء الله ده في فترة من الفترات لكن حسيا لو نزلوا سنتين السنة جاي يقول لك والله لا والله قاعد في الخرطوم بيدرسوا في مدارس أجنبية مع إمكانية الوالد توديهم للشيء اللي بيخليهم هم يقعدوا يعني حسا معظم الناس في السودان بيقروا في مدارس أجنبية ويقروا في المدارس الحكومية طبعا دي يعني دي الأسر المقتدرة اللي بيكون عندها مصدر دخل بالعملة الصعبة هي اللي بتقدر إنه هي تتعايش مع الوضع الممكن يكون مقبول للأطفال وللدراسة صحيح أستاذ يوسف؟ وفي خيارات بعض الناس يعني واحد من زملائي هنا يعني ثلاثة أولاد وقروا في ماليزيا وبنت تخرجت جامعة الخرطوم يعني حسا كلهم موجودين في أبو ظبي يعني الوالد لازم يحسن الاختيار يعني انت لما توديه جانب اخر بتكون عزلته من الدعه بتاعت الهنا لانه هناك لا بد يعتمد على نفسه يعني في جانب بتاع اعتماد على النفس بس النقطه انه هو بيمشي هناك بيدرس بس يدرس وخلاص وانتهينا منتظر بس 200 يشيل البكالوريوس بتاعته عشان يرجع عشان يرجع فدي من النقطة نحن النقطة انه يعني لا ما الاستمرارية صعبة ما هو هذا النقطة بس الاستمرارية صعبة بالسودان مع الظروف الحالية عشان كده في النهاية الإصلاح السياسي ايوه لكنه هو لقى ابوه قدامه يعني الاستمرارية صعبة يعني لانه الظروف يعني هم ما هي يعني يا العيش بتقفله وصب 3-4 ساعات
طبعا. ونجي نتكلم هنا عن طبعا نتكلم عن مستوى التضخم وفكره ايجاد بديل نقدي بيعادل الرواتب الشهريه. بنشوف انه الرواتب الشهريه دي هي حتى يعني ما بنقول انه هي ما بتكفي الشهر, هي حتى ممكن تكون ما بتكفي مقاضي اليوم بالنسبه للرواتب. فكمان التضخم الاقتصادي الحاصل في السودان دكتور عثمان. صحيح طبعا. هنا دائما انا عشان كده بشوف التدهور, السياسي يؤدي الى التدهور الاقتصادي. وبحكم انه ما فيش مشاريع, واصلا في نهايه الامر انه الاقتصاد بيعتمد على الانتاج, والسودان الان في يعني لحظه ركود اقتصادي كبير جدا جدا, وما فيش انتاج, والسودان بقت دوله مستهلكه بشكل كبير جدا جدا. عشان كده التضخم زاد, والتضخم زاد بعد 25 اكتوبر بعد ان استقر لحد ما, وبعد بانه كان في امال انه التضخم ابتدى ينخفض, ابتدى ينخفض من اغسطس 2021 يعني بدا ينخفض وبدا الانتاج يزيد. المساحات كانت في اللي هو الموسم الصيفي في 2021 مساحات كانت يعني كبيرة لم يسبقها يمكن من عشرات السنوات, وكان إنتاج في القطن على مستوى عالي جدا جدا. صحيح. إنتاج القمح كان على مستوى عالي جدا, والاستعداد لفترة الشتاء كان بمستوى كبير جدا جدا في 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 ظل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. ولكن أمل السودان يعني انتهى بتاريخ 25 أكتوبر المشؤوم, اللي هو يعني لما العسكر استلموا الحكم بهذه الطريقة. وعشان كده التضخم زاد. نحن عشان كده لو لا نحل المشكلة السياسية بتوافق وبتوافق يعني تطبيق أو 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 تحقيق أهداف الثورة, تحقيق أهداف الثورة في السلام والحرية والعدالة والنمو الاقتصادي والعدالة ودولة المواطنة, عندها نحن ممكن بعد ذلك تنخفض التضخم, ممكن الانتاج يزيد, ممكن الدولة تتحسن, ممكن المغتربين يرجعوا, ممكن المهاجرين يرجعوا, ممكن في مشاريع زيادة. إرادة وإدارة الاثنين لو يتوجدوا. إحنا للأسف الشديد يعني صحيح. الموضوع ده ممكن يعني عاوز له حلقة كاملة يعني فعلا عشان نقدر نتكلم فيه فعلا. بس أنا نقطة عايز أقولها أنه يعني رحم الله الفنان الكبير محمد وردي, الفنان الكبير محمد وردي رحمه الله هاجر بعد 4 أيام من انقلاب 89, من انقلاب 30 يعني هاجر يوم 4 أظن جولاي 4 جولاي 1989 هاجر, لأنه حتى الغنى لما شاف الناس الموجودين حتى الغنى كان ممنوع. أيوة ما هو في فترة كان بتاع التجربة بتاع نميري لما جاب الناس ديل عليه, عارفين يعني مكشوفة يعني مكشوفة أهدافهم وألعابهم, وعارفين رأيهم في الفن شنو, عارفين رأيهم في كل الحاجات في أيوة. عشان كده هاجر بعد 4 أيام. التحية لكم والله يا أخي. نحن للأسف الشديد برنامج انتهى, لكن إن شاء الله يكون في حلقة تانية نواصل ما انقطع من حديث. لكن في نهاية الحلقة دي دارين منكم كلمة أخيرة, عندكم معايدة عيدوها لأهلكم. جميل. نبدأها ببروف إبراهيم. تفضل يا بروف. في أريد أقول أنه كلمة أخيرة أنه القصة الاستفادة من الكفاءات لا بد أن يكون استقرار في السودان, ولا بد أن تحل المشكلة السودانية حاليا, لأنه نحن في وضع حرج جدا. السودان القصة بقت أنه يكون أو لا يكون السودان, إذا ما حصل أي توافق بين كل الأطراف السودانية, فلا بد أن يتم ذلك وفي أقرب وقت يعني, لأنه هسه في فراغ كبير من 25 أكتوبر ما في يعني حكومة تنفيذية زي ما بقوله, ودي مؤثرة كثيرة على الاقتصاد, ودي من أسباب يعني كثير أنه الناس الشباب بدوا يطلعوا. صحيح. فديس عاوز برضو أقدم معايدة لأسرتي الصغيرة في أمريكا في فيرجينيا, زوجة العزيزة أميرة مصطفى الصديق وابني حسام وأسرته وابنتي دكتورة إيمان في بنسلفانيا, وبرضو أسرتي الصغيرة ابنتي إسراء
هي في الامارات في ابو ظبي جامعه نيويورك ابو ظبي وهي واسرتها ما شاء الله. كل الاهل بالرياض هسه وبالسودان في دارفور وكردفان والخرطوم وسنار وكل الاهل بالسودان. التحيه اليوم نقول لهم العيد مبروك عليكم. التحيه اليوم ايضا ننتقل لاستاذ المعايده. اذا كان الواحد داير يدخل في التفصيل صعبه جدا، لكن انا اتقدم بالتهنئه لكل الاهل والاصدقاء والمعارف وزملاء الدراسه اينما كانوا واينما تواجدوا، وللشعب السوداني اللي ما بيستحق ما يجري يعني، ولكم انتم في قناه سودانيه 24 الان على هذه الجلسه الممتعه برفقه علماء. يعني الواحد فعلا يعني سيره ذاتيه، يعني مشهور الناس يعني لما يسمع سيره عالم سوداني تاخذ الحسره والاسف يعني انه هذه الكفاءه السودان محتاج لها، تبني التعليم العالي بالخبرات. يعني انا اذكر دكتور عبد مؤسس الجامعه الوطنيه قرشي محمد عبد، يعني جاء من الذين اسهموا في منهج كليه الطب ببريده. يعني يعني عندنا كفاءات يعني متوفره، يعني بتجي بتقدم خبراتها. والدكتورين لما تشوف السيره الذاتيه بتاع تحصينهم العلمي صحيح. يعني والله الواحد يعني دائما انا غايته تصيبني الحسره لما احنا ذاته لما رجعنا قلنا ما عندنا نديه، ولكن كل الطرق تغفلت امامنا. ان شاء الله، لكن استاذ يوسف القادم احلى ان شاء الله للسودان. وننتقل ايضا لدكتور عثمان محمد حمد النيل في كلمه اخيره للمشاهدين. انا اقول كل عام وانتم بخير لكل السودانيين اللي هو من غربا الجنينه الى شرقا بور السودان وشمالا حلف القديمه وجنوبا نقول الى نيمولي ويامبي وانزاره. كلكم كل عام وانتم بخير، وتحية خاصة طبعا وكل عام وانتم بخير لأهلنا في مدينة مدني وأهلنا في مدرمان وأبو حراس والجزيرة كافة. الجزيرة تحية لكم، شكرا لكم كثير جدا، امتحتونا والله وافدتونا بمعلومات قيمة والله، واتمنى ان يكون في امتداد للسهرة دي حتى نتابع ما انقطع من حديث. شكرا لكم كثير جدا، وشكرا لمشاهديننا الكرام تابعونا من بداية الحلقة وجونا في نص الحلقة. كل يوم سهرانين معكم إن شاء الله في سهرانين، تابعونا آراءكم ملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ده كان نهاية سهرتنا لليلة، حتى نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس بعد غد إن شاء الله في نفس المواعيد. شكرا لك يا دينا. شكرا لك أنت كمان أستاذ إبراهيم في آخر سهرة للسهرات المفتوحة اللي كانت في أيام العيد وامتدادا لشهر رمضان المبارك. وإن شاء الله مشاهدينا الأعزاء من بداية الأسبوع حنبدأ لبرامجنا المعتادة في أوقاتها المعتادة إن شاء الله. نستناكم في نفس الموعد، حيكون سهرانين مع الأستاذ ناهد بشير والأستاذ إبراهيم كوميك وأنا والأستاذ محمد عبد الرحيم في المسائية في نفس المواعيد إن شاء الله. نلقاكم في بداية أسبوع، نلقاكم على خير وصحة وعافية. في أمان الله.